اهلا بكم متابعينا ومتابعي جريده اهل مصر من كل مكان. احنا معاكم النهارده من داخل مدينه شبين الكومه تبع محافظه المنوفيه. زي ما حضراتكم شايفين احنا معانا دلوقتي الحاجه زينب. الحاجه زينب هنا مشهوره في مدينه شبين الكوم ان هي من اقدم السيدات اللي بتقوم بصنع الكنافه البلدي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هي دلوقتي بتحط الكنافه بالمخرط اللي هي بتحط بيه، وبعد كده بتطيبها كلها وبتعملها بايديها وبتحاول بقدر الامكان ان هي تجمعها زي ما حضراتكم شايفين كده بدون نزول شوائب منها. طبعا دي الكنافه البلدي اللي احنا عارفينها من قبل ما يطلع الكنافه الثانيه اللي هي بتاعه المكم. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هي بتاخد العجينه، بتبدا تعمل العجينه وبعد كده بتبدا ان هي تنظف الصاجه اللي بتعمل عليها زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. وبتبدا ان هي تصنع الكنافه البلدي. يعني احنا دلوقتي هنتكلم معاها وهنعرف عن حياتها اكتر وهنعرف تفاصيل بدايه الكنافه. هي قالت لنا ان هي اتعلمت المهنه من حماتها في البدايه، بعد كده بدات ان هي تصنع الكنافه الجميله دي. بقالي بتاع 25 سنه كده. ولا اتعلمتيها من حماتك زي ما قلت لنا؟ لا ما اتعلمتش، اتعلمت الطعميه بس من حماتي. كنت بعمل طعميه وفول مع حماتي، والكنافه دي بقى عملناها احنا، يعني انا وجوزي اتعلمناها واشتغلنا فيها بقالي بقالي بتاع يجي 5 سنين كده بقف قدام. بس انا كنت بعجن الاول، وبعدين دلوقتي بقى ايه لما جوزي تعب بقيت انا ايه اقف يعني معاه شويه. يعني انت هنا مشهوره بزوجك ان هو كان يعني احلى واحد بيعمل هنا؟ سعيده باكر. بداتي انت تعملي من بعد؟ هو برضو واقف شغال معانا برضو كده، بس هو الحاله اللي معاه ديت بيقع لان كانت حرقات بطنه اول عم نول برضو اتحرق وتعب. المرض اللي عنده بدات انا بقى في مكان عنده حل الصرع. تفاصيل يومك بيبدا ازاي؟ ايه يعني بتبداي يومك ازاي؟ تصحي الصبح تعملي ايه؟ حد ما بصحى اقوم اغسل مواعين واغسل حاجتي بتاعت العجينه ديت والحاجه، واعجن وانزل افرش واشتغل. سلامه. ب 75 بدي ايه؟ وانزل بقى اشتغل. ازاي بقى يومك في رمضان بيبقى احلى؟ يومه في رمضان برضه نفس نعجن ونعمل وبنقف بقى نشتغل احنا ونسوان عيالي وابني بقى دون بيقف معايا ساعات نفطر وساعات ما نفطرش على سبيل ان احنا بنبقى متاخرين وكده ونسحر ونقوم طالعين بقى على النوم الساعه 3 4 نفس النظام، نقوم من النوم نشتغل. بتحبي تقولي ايه لاي ست عشان تشتغلي او تسعى؟ نكافح وان ربنا بيدينا الصحه على سبيل ان احنا ما ناكلش عيالنا لقمه حرام ولا لقمه
ولا نعود عيننا يمد ايده لحد ولا يمد ايده على حاجه، وانا الحمد لله والفضل لربنا، ولا سجاره ولا مخدرات ولا اي حاجه، الحمد لله مربيهم على التعب والشقب الحمد لله. وجزء زي ما انت شايفاه كده تعبان، ربنا يرزقك. الحمد لله الحمد لله، وربنا يعديه على خير. ايه اللي بتعمليه دلوقتي؟ يعني انت عملتيها كذا مره، ايه بقى اللي بتعمليها بعد ما تشيلي الكلام؟ بعمل ايه؟ بمسحها. نظفي المكان؟ بنضفها كل ما من كده بنمسحها. طبعا احنا ما زلنا متابعين معاكم، متابعين جريده اهل مصر من كل مكان. احنا معاكم دلوقتي من مدينه شبين الكوم، ومع الحاجه زينب، هي اقدم صانعه كنافه هنا في مدينه شبين الكوم. زي ما حضراتكم شايفين، هي بتبدا ان هي تحط العجينه داخل المخرط اللي هي بتبدا ترش بيه، بعد كده بتبدا ان هي تحط العجينه على الصاج النار، ومن ثم بتبدا تعمل الكنافه. استنى ان هي شويه تنشف شويه على النار، بعد كده بتبدا تجمعها بايديها. بتستحمل السخونيه علشان ان هي تربي عيالها واحفادها ايضا. هي بتقول ان هي عندها هنا في البيت 11 طفل، بتقدر ان هي يعني 11 فرد بتقدر ان هي تربيهم وتعلمهم ويبقوا احسن واحسن. مازلنا متابعين معاكم، متابعينا متابعي جريده اهل مصر. احنا معاكم هنا من مدينه شبين الكوم، طبعا محافظه المنوفيه. نفسك في اي حاجه؟ سد اللي عليا ونعيش كويسين وخلاص الحمد لله والفضل ربنا. وبصي، ونفسي حته دكان كده الم نفسي فيه واقعد فيه، بس تيجي من عند ربنا دي بقى. يا رب يا رب، عشان انا بعد رمضان بحط الصينيه هنا وبشتغل عليها في الايام العاديه. بيبقى شمس ما بشتغلش الا بعد الشمس، نطره ما بشتغلش. ويا يعني دي انت عشان عوامل الطقس بتبداي ان انت تحددي شغلك. ام سعيد اتفضل. لو الدنيا نطرت ما بشتغلش، لو شمس ما بشتغلش. يا رب الحمد لله الحمد لله. وعايزه اكلهم لقمة حلال بس الحمد لله، وعودتهم ان هم ياكلوا عيالهم برضو لقمة حلال من التعب ومن الشقه برضو. وربنا اللي بيعيننا، والحمد والفضل ليه برضو، هو المعين. يا رب يا رب يا رب.